عندي الاطفال، الله يخليك، عندي 4 اطفال بنات. الاربع بنات الاولى كانت صوم عمرها وهي بالثالث ابتدائي، فالاصغر منها مباشره صارت تغار منها وتصوم نفسها، والاربع بنات على نفس المبدا، كل واحد بتغار من اختها بتصوم زيها. اما انه ضغط وسيله ضغط على الطفل لا، صعب شويه. مش تدريب لما نخليهم يصوم فترات معينه؟ هلا انا بترجى مثلا، انا عندي في واحد منهم ضعيفه جدا، بترجى تفطر ما بتقبل نهائي، تعودت خلص ما بتقبل. انت بتصوم؟ شو رايك بالصوم؟ بتعب وبعطش. بتصوم يحيى؟ قديش لمتى بتصوم؟ ارفع صوتك. النهار. لمتى؟ نص النهار؟ طب الوالد بيجبرك، ابوك بيجبرك تقول لك تصوم غصب عنك ولا كيفك؟ لا. كيفك؟ بتحب تصوم؟ بتعب الصوم؟ لا. لأي ساعة بتصوم؟ للظهر. للظهر؟ طب شو بتحسي بالصوم؟ تعب؟ تتعبي؟ ما بتتعبي؟ بالنسبة للأطفال يعني لما يصير عمره 1-6-7 سنين لازم نعوده على الصوم، لأنه إحنا مسلمين يعني، ولازم نتعود كلنا على الصوم ونعود أولادنا وأحفادنا على الصوم. مشكلة بإجبار الصغير؟ لا لا، ما نجبرهم، بس يعني نحكي لهم يعني بالمليح. مثل هاي البنت بتحب تصوم، بتصوم للظهر للعصر وبتفطر، يعني بدون ما نجبرها، بدون ما نشد عليها. أنا بصوم بس ما بصوم لأكلها. لمتى بتصومي؟ ظهر عصر؟ ما بعرف. طب انت بالصوم تتعبي؟ بتحبي تصومي؟ طب بتشوفي بابا وماما بصوموا مثلا، بتصومي زيهم؟ بتحبي تصومي زيهم؟ بيحكوا لك يعني صومي عشان تصيري زينا بس تكبري، عشان تتعودي؟ ما بصير انه طفل تجبره يصوم، الطفل هو من نفسه تلقى نفسه بيصوم، بحب يعني يصوم، بقول انا بدي صوم، بلاقي اهله عم يصوموا، بحب يصوم يعني مثلهم. اذا جبرته طفل بجوز قدام اهله يعمل حاله صايم، من وراء اهله يفطر مع الايام. ايه هو من نفسه لحاله يعمل حاله صايم قدام اهله، بس يعني من وراء اهله لا ما بيصير هيك، غلط. هيك غلط ما بيصير، لازم يعني في اولاد بحبوا من نفسهم انه يصوموا، ماما لازم تصوم كذا، يعني انه شوف الناس كيف بتصوم، هلا بتفطر وبجيب لك حلو وكذا، يعني ترغب الطفل الام بالصيام. بدي اعلمهم كيف يصوموا، يعني بالشجاعه الواحد بيعلمهم، مو بالغصب طبعا. يعني ممكن اقول لهم انه صوموا، جيب لكم اكله حلوه، بساوي لكم جاتو، يعني ممكن هيك بتشجع الولد يصوم اكثر. مش اجباري يعني؟ لا طبعا مو اجباري، ما في شيء اجباري، هن بس يشوف الاهل عم يصوموا يعني، ويشوف الاب والام والعائله الست وهيك طبعا. يعني تدريج ابلش معهم، الاول لا الظهر لا العصر، بس احس انه تعب اخليه يفطر. طب اذا افطر الصبح تضربه؟ لا اكيد ما راح اضربه. ما افطرش ما صامش للظهر. هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اجبار لا، يعني اما التعويد انك تشجع ابنك على الصوم، انه يا بابا صوم لغايه الساعه 12 للساعه 1 الظهر، ربنا بدخلك الجنه، لك عندي يعني انا بخليك تطش معي، بعطيك مصروف زياده، بشرح له انه الصيام فيه فائده، ومن عشان يتعود ولد صغير، بس يكبر يضل يصوم على طول يعني. لكن بالتالي لكن اضربه هيك حرام، ما بصير، لا يجوز. البنات لحالهم بشوفوا الكبار شو بيعملوا، بيعملوا زيهم، بدهم يصوموا. انتوا ما بتجبروهم؟ لا طبعا، ليش نجبرهم؟ اي ساعه بدهم صايمين؟ عادي زينا زيهم، بتسحروا بيناموا وعند الفطار. افطر مثلا حرام عليه. لا ما بنضربهم، ليش نضربهم؟ احكي لي لاي ساعه بتصومي؟ للعشاء ماما بتسوي لنا. انت من حالك بتصوم ولا حدا بيجبرك انه صوم غصب عنك؟ ماما بتخلينا. ايش؟ لا ماما بس